اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. عودة الاخلاق، عودة التربية، عودة الادب، عودة الاحترام، عودة المدرسة الحميدة، الادب والاحترام اللي في العالم كله في المدرسة دي. إليت سيزن 4 هو ها هي. يعني انا فعلا يا جماعة لو تفتكروا من زمان قلتلكوا ان انا إليت اللي هو السيزن الاولاني كان بالنسبة لي من اوائل المسلسلات اللي انا تعرفت عليها كمسلسل اسباني. ممكن اكون شفت إليت قبل لكازا اساسا، وده خلاني اتحمس ان انا اشوف لكازا دي بابل وكل الحاجات الاسباني الجميلة الجامدة. سيزن 4 نزل، طبعا اتفرجت عليه لان انا من ضمن الناس اللي فعلا كان عاجبهم مسلسل في الاول، وشايف ان المسلسل عمال يقع 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 يقع. فهل يا ترى سيزن 4 نجد إليت من الوقوع وطلع بيهم لفوق، ولا لسه عمال يقع ويقع ويقع؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة دي. واعتقد يا جماعة اللي بيشوف إليت ده لازم يبقى بلس 18، فالحلقة دي هتبقى بلس 18 للكبار فقط، لان المسلسل ده اقل من 18 سنة تفرقش عليه خالص. عائلات ملتزمين وكل الكلام ده ما يعديش عندكم في البيت. فاتمنى بتوع افلام قبل ما ابتدي حلقة تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. مبدئيا كده بتوع افلام قبل ما ابتدي لازم اقول لك ان إليت منزل لنفسه سبين اوف. يعني هو مش سبين اوف كقصة تانية لناس انت ما تعرفهمش، كل الشخصيات اللي انت تعرفهم وعرفتهم من خلال الثلاثة سيزنز اللي فاتوا، الكابلز اللي ما بينهم علاقات هتلاقيهم موجودين على نتفليكس. كل كابل ليه بتاع 3-4 حلقات، والحلقة عبارة عن 10 دقايق بيحكي لك بقى تطوراتهم وايه اللي حصل وكل الكلام ده. بس هل يا ابو حميد ده معناه ان انا لازم اتفرج على المسلسلات دي؟ حب اقول لك برضو لا، لان انا ما اتفرجتش عليهم اساسا ودخلت على سيزن 4 على طول، وبرضو ما حسيتش ان انا ناقصني اي حاجه ولا في اي حاجه كنت محتاج اعرفها. كانك لسه مخلص سيزن 3 ودخلت على سيزن 4 بالحقبه الجديده. والحقبه الجديده اللي انا بتكلم عليها ان من خلال السيزن اللي فات احنا طبعا شفنا الشخصيات، ابتدت طبعا واحده زي المركزه ربنا يمسيها بالخير كارلا، سافرت ويعني اتخرجت، وفي ناديه وفي لوف، في شخصيات كتيرة بعدت، واللي مكملين معانا من اللي نعرفهم يعتبر جوزمان وسامو اللي هما من اول سيزن خالص. اما الاضافة الجديدة، الاضافة الجديدة بقى للمسلسل هو الناظر وابنائه الفضلاء الفضال. واد اسمه باتريك، يخرب بيت باتريك، خلصنا. بنته التانية ادب واحترام وادب، وبنته التالتة ادب واحترام وما فيش كده. ايه الاضافة اللي زادت؟ انا تخيلت بقى ان الناظر ده بقى جاي جديد وحيظبط المدرسة ويمشيها كده، طلع ان عياله اساسا خربينها اكتر من اللي كانوا موجودين. بصوا يا جماعة، انا هتكلم بقى بكل صراحة، انا الحلقة دي مش هتكلم عن ايجابيات ولا سلبيات ولا اي حاجة، انا هتكلم براحتي، اتكلم باستفاضة. إليت سيزن 4 اقل سيزن أسوأ سيزن من كل الإليتس اللي فاتوا، وحاسس ان يعني الحاجة الوحيدة اللي هتخليني اتفرج على السيزن اللي جاي مش مدى حماسي على ايه بقى يا ترى ايه اللي هيحصل وكل الكلام ده، بالعكس تماما هتفرج عليه لان هو ده هيبقى السيزن او الموسم الاخير. فانا اتوقع ان فعلا لو المسلسل ده عايزين تعلوه تاني رجعوا لنا المركزة ده مبدئيا، وايضا عودة نانو او دينيفر اللي احنا نعرفه من لكازا. اما اكتر حاجة بقى مضايقاني في السيزن ده يا جماعة الشذوذ، ايه الكلام يا جدعان؟ في ايه يعني؟ يعني بصوا السيزون الاولاني في علاقه شاذه، خلاص قلنا ماشي التحرر ونتفليكس والدنيا جميله ومفيش اي حاجه، خلاص اوكي اللي انتوا عايزينه. السيزون الثاني بقى في خيانات في هذه العلاقة. في السيزن ده هما العلاقة اللي ما بينهم بقت تلاتة. هل يسكتوا على كده؟ لا، انا عايز اقولك ان انا يعني ده اللي انا شايفه، ومش عارف الناس اللي شافت المسلسل يتفقوا معايا في وجهة النظر دي ولا لا. هو 90% او 80% من المسلسل او الدراما او الحبكة بيتكلموا عن هذه العلاقة الثلاثية القذرة اللي ما بين باتريك ابن الناظر وعمر واندر. يعني بصوا يا جماعه، انا مش هتكلم كتير في الموضوع ده، بس بجد فكره انك انت هو ده يبقى المين سيم لإليت، او هي العلاقه دي
دي بقى، وده يغير على ده، وده يروح لده، وده يبص على التاني عشان ده عمل له ايه، والتاني يكون ده ايه ويروح لايه. طب ما تيجي نعمل ايه يا جدعان؟ مش هو ده بقى اليت يعني؟ ده غير طبعا فكره ان اليت انك انت كل موسم بتتفرج عليه لازم يحصل فيه جريمه قتل بنفس الطريقه، والتحقيق معاهم بنفس الطريقه. يعني انا مش هتكلم طبعا عشان لو في ناس عايزه تعرف ايه اللي هيحصل او مين القاتل او الكلام ده، مش هتكلم في الحته دي. بس انا اللي بتكلم فيه ان ماشي، احنا اتعودنا ان اليت يبقى دي الحبكه بتاعته، ان في جريمه قتل واحنا عايزين نعرف عند الحلقه الاخيره مين اللي عمل كده. الموضوع ما بقاش محمس، ما بقاش عايز اعرف مين. طز يعني بجد، لما وصلت الحلقه الاخيره وعرفت مين اللي عمل كده اللي هو قلت اوكي ها يعني، وما استمتعتش خالص بالمسلسل يا جماعه. فعلا انا من اشد المعجبين بالمسلسل ده في الاول خالص. السيزون الاولاني كان يعتبر الاكتر سيزون عجبني. السيزون الثاني ها مش مشكله بس يتشاف. السيزون الثالث ما عجبنيش. السيزون ده ما عجبنيش خالص. وبرضه عشان ابقى حقاني، يعتبر الحاجه او العلاقه الوحيده اللي كانت شداني في السيزون ده كان مثلا اللي هو فيليب، عارفينه هرشتو الولد الفرنساوي الامير الفرنساوي ده، وايضا كايا اللي شغاله عامله نظافه في المدرسه، وما بينهم علاقه. مش علاقه يعني، قصدي القصه بتاعتهم عجباني. دي القصه الوحيده اللي انا عايز اعرف، هو الواد ده وراه حاجه ولا لا؟ طب ما الواد كويس اهو، بس وراك حاجه ولا؟ دي يعتبر الحاجه الوحيده اللي انا كنت عايز اعرف نهايتها ايه او اخرتها ايه في السيزون ده. جوزمان وسامو والعلاقه الثلاثيه مثلث الحب ما بينه وما بين بنت الناظر التانية العفيفه والشريفه، برضو اتعملت كتير، زهقت. وايضا العلاقه اللي ما بين ريباكا اللي فجاه كده بقت اللي هو لا ايه ده، انا بحب البنات قوي، مع منسية دي ولا اسمها ايه مش فاكر ايه، اللي هي بنت النظر التانية العفيفة الشريفة. بصوا يا جماعة، اللي هو من الاخر يا جماعة، اليت بقى كوميرشال بحت، بقى اللي هو يعتمد على الحاجات دي فقط لا غير عشان تفضل مشدود للمسلسل وتنازله وتغاضوا عن القصة. اللي هو ايه، طيب يا جماعة بصوا احنا هنعمل ايه بقى، بدل الشاذ هنخليه ثلاثة، بدل الشاذ هنخليها شاذتين، بدل الراجل والست هنخليهم رجالة كتير وستات كتير وكل الكلام ده. اما القصة طب ما اليت كل سيزون بيبقى فيه قصه، بصوا شوفوا اي شخصيه كده حطوها بقى، اعملوها ان هي دي اللي وقعت، وفي الاخر كده يا عم استنى ربك هيسهلها، ربك هيسهلها في الاخر كده ان شاء الله. ايه فكر لنا في اي واحد من العادين ده يقتلها بقى هو ان شاء الله. بس المهم ايه بقى يعني، ايه خلينا احنا بقى ايه حلوين كده ايه قدام الكاميرا. وفي الاول في الاخر ده رايي الشخصي، لان انا مثلا واحد صاحبي عاجبه جدا ومشدود، هو لسه مخلصوش، بس يعني شايف ان هو عادي زيه زي اي سيزون وصباح الفل ومفيش اي حاجه جديده يعني. بس انا شايف ان ده الاسوأ، ودي وجهه نظر الشخصيه. وفي الاول في الاخر رايك ده اهم حاجه عندي بالنسبه لي بتوع افلام. وانا تقييمي الشخصي للمسلسل في الاخر هو 4/10 بالكثير قوي يعني، واتمنى ينهوها او يقفلوها بالشياكه بقى، البلوت تتغير شويه يعني. مش لازم لو اول مشهد لازم اشوف وش جوزمان وهو متضايق جدا والشرطه تقول له انت عملت ايه، انت اللي عملتها، عرفت مين اللي عمل. مش لازم ده كل سيزون يحصل الحوار ده يا جماعه، اول مشهد مش ممكن. فيعني اتمنى ان الموضوع يتغير، يبقى في جريمه قتل بس بطريقه مختلفه، برجوع شخصيات كانت تقيله جدا في المسلسل وكان ليها تاثير فعلا. وبرغم كل ده يعني شوفوا جوزمان يعني، دي حته حرق، انا هحرق بس في الحته دي اوكي. فانا ايه يعني بتوع افلام خش يعني بعد 30 ثانيه او 40 ثانيه مش عارف، عامه انا هحرق في الحته دي. انا نوهت عشان هقول حته حصلت في اخر المسلسل. جريمه القتل اللي عملها جوزمان دي مش شداني ان انا عايز اعرف هل يعني، ومتخوف برضو ان يبقى السيزون الاخراني على مين اللي قتل ارماندو او مين اللي خفى جثه ارماندو. مش عايز القصه دي اساسا، مش عايز السيزون ده اساسا، مش عايزين نفتكر منه اي حاجه. وعرفنا برضو ان جوزمان واندر هيمشوا من العيشه اللي هم عايشينها دي ورايحين يشوفوا حياتهم في حته ثانيه. الفكره بقى ان انا مش متضايق يعني، شوف يعني اللي شوفوا في الصالون لدرجه ان واحد من المين كاركترز كنت بحبها جدا اللي هي جوزمان مشي، مش حاسس ان انا متضايق، مش حاسس ان انا لا، قلت خلاص كفايه فعلا. ايوه حلو كده. بس هل يا ترى هيبقى في السيزون 5 ولا لا، وهيمشي زي اللي مشوا؟ وسؤالي ليكوا بتوع افلام في نهايه الحلقه، هل متوقعين سيزون 5 هيبقى حلو؟ ايه اكتر سيزون بتحبه من اليت؟ هل شايف وجهه نظرك زي ان فعلا السيزون ده اقلهم واوحشهم؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول طبعا في نهايه الحلقه بتوع افلام. اتمنى منكم لو عجبكم
عجبتكم الحلقه دي تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.